مساء الخير على جميع طلبة وطالبات طلبة طلبات الشهادة الإعدادية، معكم مستر محمد من قناة ستاديوز مستر محمد على اليوتيوب. أهلا بيكم في المراجعة النهاردة إن شاء الله مع بعض، مكملين من كتاب الورك بوك بيج 10 صفحة 10 يا جماعة، براكتس تيست 1 اي. هناخد خدنا الحصة اللي فاتت مع بعض، راجعنا سؤال الدايلوج وسؤال السيتويشن. النهاردة إن شاء الله مكملين مع بعض سؤال جديد، يا ريت كلنا يكون معانا الكتاب ونفتح بيج 10 على سؤال الكومبريهنشن او الباسج. read the following then answer the questions. okay. in Sweden the longest day of the year is celebrated in June. it is the start of a 5-week holiday. most people go on a trip to the country with their families. children put flowers in their hair and everyone eats a special cake. in the evening a family meal is eaten. this usually includes herring. there are a lot of these in the sea around Sweden. after people have eaten they usually go for a walk. nobody goes to bed before 12 o'clock on this special day. this is sunshine until very late at night in Sweden. at this time in the north it doesn't get dark at all. it can be difficult to sleep. to help them people should find a room that is not very light. هنقراها تاني المحادثة الكومبريهنشن القطعة، وطبعا انتم محتاجين الترجمة، هترجمها لحضراتكم حالا. In Sweden بلد في أوروبا اسمها السويد. The longest day أطول يوم of the year في العام بأكمله is celebrated يتم الاحتفال به in June في شهر يونيو. It is the start of a 5-week holiday يعني إنه بداية لأجازة 5 أيام. Most people معظم الناس go on a trip معظم الناس بتذهب هناك في رحلة to the country للريف with their families مع عائلتهم. children الأطفال put flowers بيضعوا الورد أو زهور in their hair. ورجعنا لكم تاني يا جماعة في بيج 11 صفحة 11 من كتاب الورك بوك، ومع بعض دلوقتي هنحل سؤال ذا ريدر اللي حضراتكم طلبتوه قبل كده في كومنتس، اللي هو القصة ماتش كولومن اي ويز كولومن بي، وصل العمود الاي مع بي. وهنشوف الكاركترز الشخصيات اللي عندنا هنا مع بعض. عندنا فارمر جري على الشمال، بلاك بيوتي، ميري ليجز، وجينجر. عندنا على اليمين ذا هورس هو تيلز ذا ستوري، الحصان اللي بيروي القصه. اشورت فات هورس يعني حصان قصير وسمين. هورس هو هاد ا ديفيكالت باست يعني ليه ماضي صعب. وي هورس هو فورجوت هيز ماذرز ادفايس اللي نسى نصيحه والدته. وبلاك بيوتيز فيرست اونر هو اول مالك لبلاك بيوتي. وطبعا معانا طلبه هتشترك معانا في الاجابه، نسمع الاجابه الاولانيه. محمد فارمر جري هتبقى ايه يا محمد؟ فيري جود. بلاك بيوتي فيرست اونر 1 بي اي 2 بلاك بيوتي. ذا هورس هو تيلز ذا ستوري 3 ميري ليكس. A short fat horse. 4. Ginger. A horse who had a difficult past. Very good. الأسئلة بعد كده. What advice did Black Beauty's mother give him? Very good. To be gentle, not bite or kick. Okay. Number 2. What was Birtwick bark like? معنى like هنا مش يحب، معنى تشبه. It was a big house and large fields and comfortable stables. Very good. It was a big house. منزل كبير وليه حقول واسعة. Large fields and comfortable stables. واستبلات مريحة. Number 3. Do you think that the horses liked Birtwick Park? Yes or no? Yes. Yes. Why? Very good. It was very large and had a comfortable stables. بعد كده how do we know the black beauty had good owners؟ لازم ترجم لك السؤال، كيف تعرف ان البلاك بيوتي لديه مالكين جيدين؟ هو طبعا ليه اتنين، فارمر جري وسكوير جوردن. because he gave a good هو
اللي هو مين؟ فارمر جري. يبقى فارمر جري gave the horses عطل الحصانة good food and spoke to them kindly. ده بالنسبة لمين؟ لفارمر جري، كان بيدي لهم طعام جيد وبيكلمهم بأسلوب لطيف. أما كاركتر الثاني أو الأونر الثاني الملك الثاني سكوير جوردون was also kind and gentle. He never hurt his horses، يعني عمره ما أذى إيه؟ الحصانة، صح كده؟ طيب نيجي للسؤال الخامس أو السؤال الأخير عندي في كتاب الورك بوك. Do you think هل تعتقد that Merrylegs was wrong to throw the older boys off his back؟ معنى السؤال، هل تعتقد أن Merrylegs كانت مخطئة لما ألقت الأطفال من على ظهرها على الأرض؟ No. No. أنا بوضح بس الصوت عشان الصوت مش واضح. زميلنا قال No he was not wrong to do this. برافو عليك. Because he didn't hurt the boys، عمره ما أذى الأطفال. And he wanted them to learn to be kind to horses، وعايز يعلمهم درس ان هم يكونوا لطاف kind to horses. طيب ما فيش مشكلة لو احنا كملنا كمان بقية الصفحة مع جميع الطلبة والطالبات وننتقل لسؤال جديد اللي هو choose the correct answer from A, B, C or D، والإجابة طبعا مفتوحة لأي حد من الطلبة اللي معايا يجاوب. When is شم النسيم A in Egypt؟ Celebrated. Celebrated رقم؟ لا celebrated. Celebrated صح؟ سؤال تاني. رقم اتنين، this book has a pages than that book. Very good. Very good. Fewer رقم C إجابة صح. This book has fewer pages than that book. معلش احنا عايزين نوضح للطلبة ليه اخترت fewer. معلش اصل زين بيجي معاها less وfewer. الطالب اللي قاعد بيسمع الإجابة وfewer وانا بقول له صح، مش فاهم ليه صح. نوضحها له ازاي ليه fewer؟ عشان بيجس هنا يا أستاذ countable noun اسم يعد، وفيور بيجي بعدها الاسم التي تعد، ولكن لس تنفع تيجي بعدها زين بس بيجي وراها uncountable ايه nouns. يبقى لازم نعرف الاسم اللي بعديها هو countable ولا uncountable. رقم 3، people often drink a water in hot weather than when it's cold. Very good. More. رقم C، برافو عليكم يا جماعة. هي more رقم C، الناس غالبا بتشرب ميه اكتر في الحر الجو الحار عن لما يبقى الجو بارد. يبقى مور هنا معناها اكثر، مش اي اختيار تاني هو الاجابه الصح. نشوف الرقم 4، it's not too hot، الدنيا مش حر قوي on the beach على الشاطئ because there is a nice a. انهي فيهم؟ هي مفيش غير واحده، بريز يعني نسيم البحر. فيري جود. رقم ايه الاختيارات التانيه؟ هوضحها لحضراتكم اللي مش عارف. كلاود سحابه، ستورم عاصفه، we wave يعني موجة. Number 5، the restaurant المطعم in the guidebook was a very good a. هقول لكم الاختيارات review براد information recommendation، وهنختار هي فعلا رقم دي recommendation معناها توصية او نصيحة. ونيجي لاخر سؤال هنا، I don't know how to get to your house، can you give me directions. Very good. شاطر يا محمد. تمام. directions يعني اتجاهات. يا جماعة اللي يبص على الاختيارات كده كلها كده بنظرة عامة يلاحظ ان تالتة اعدادي بيجيب الست اختيارات على الفوكاب مش على الجرامر، يعني ممكن اول واحدة بس على الجرامر اللي هو الباسيف والاكتيف، اما الباقي كله او اخر تلاتة هنا معتمدة او اخر اربعة معتمدة على الفوكاب، فلازم نذاكر فوكاب كويس عشان نعرف نختار صح. هننتقل بعد كده لسؤال الريرايت، ولكن هسيب لكم فرصة 10 دقايق تفكروا ونرجع مع بعض تاني ان شاء الله. اتفضل. وبالنسبة يا جماعة اللي على الوايت بورد دوت ده بيج 11 صفحة 11، الايميل اللي عن المذرز دي ده مش الايميل كله، ده مجرد بس الانترو الموجود اللي انا جهزته لحضراتكم علشان يبقى الموضوع شيق، والمية وعشرة كلمة تقدر تختصر منهم 20 كلمة في الانترو او اكتر من 20 كلمة حسب ما هو مكتوب على السبورة. فدي المقدمة اللي ممكن تكتبها عن عيد الام وحنقراها لحضراتكم بالترجمة. Mother's Day is a special day، هو يوم خاص في السنة for Egyptians للمصريين who celebrate their mother اللي بيحتفلوا بامهاتهم. We appreciate her effort، احنا بنقدر مجهودها to learn us في تعلمنا
and you educate us وبرضو نفس المعنى. Giving her a gift إنك تديها هدية is not enough إنه ليس ضروريا أو كافيا معناها مش كفاية. But obeying her إنك تطيعها is essential هو شيء ضروري and necessary ونفس المعنى. تقدر حضراتكم بعد كده تزود الموضوع اللي انت عايز تكتب عنه، ولكن انا ارشح لكم ان هي دي الانترو او المقدمة اللي انت تبتدي بيها موضوع المازرز دي عيد الام اذا حاب يجيبها سنة دي في صيغة الباراجراف او الايميل. وبالتوفيق تحاولوا تكتبوا اي حاجة تزودوها من عندكم اتفضلوا، سواء كانت اليوم دوت هو يوم اجازة في سنة، وبرضو ياريت تكتب اليوم ده بيبقى في شهر ايه ويوم ايه بالظبط. لازم توضح برضو للمصحح اللي انت تقول بيبقى تقريبا يوم 21 مارس وبيبقى في شهر مارس دايما من كل سنة، وبيبقى اجازة رسمية او مش رسمية، الهدايا بنجيبها، العيلة بتتجمع، كل ده ممكن نضيفه في الايميل. شكرا ليكم يا جماعة، بالتوفيق. اهلا بكم جميع طلبة وطالبات طلبة وطالبات شهادة الاعدادية، معكم مستر محمد من قناة ستاديوز مستر محمد على اليوتيوب. والنهاردة ان شاء الله معنا يونت 6 بعنوان انفنتورز المخترعين. افتح كتاب بيت باي بيت المراجعة النهائية معايا بيج 55، ونشوف حل امتحان او حل الاسئلة بتاعت درس او اليونت بتاع الانفنتورز. مش هناخد مع بعض وقت كبير، بس ركز معايا. Man is still more intelligent زين، يعني الرجل ما زال اكثر ذكاء من، اكيد من الانسان الالي الروبوت. يبقى هنعمل هنا سيركل على الروبوت ومعناها انسان الي. بقيه الاختيارات بلانت كوكب، بوت مراكب، اورز معناها اللي بيجدفوا بيها في هوايه او رياضه التجديف اللي هم بيقولوا عليها المجدف يعني. السؤال الثاني، The teacher's A is very loud. صوت المدرس عالي. We can all hear him. كلنا نقدر نسمع له. صوت الشخص اسمه voice وصوت الشيء اسمه sound. يبقى اختار طالما فيها مدرس يبقى ايه؟ يبقى voice. رقم C. Number 3. We got a magician. احنا حصلنا على ساحر. To aid the children at the party. عشان خاطر جبنا ساحر عشان خاطر يسلي الطلبة في الحفلة. يسلي معناها entertain يسلي. We live on a earth. احنا عايشين على كوكب الارض. كوكب star ولا moon ولا planet ولا land. هنختار planet يعني كوكب. Lawn space is a machine to cut the grass in a garden or park. احنا عايزين هنا الماكينة اللي بتقص الحشاش اسمها lawn mower. رقم A. We know days. احنا عارفين الايام والشهور from the ايه. كلمة النتيجة اسمها ايه؟ سيلور ولا انفنتور ولا كاليندر ولا اور؟ احنا قلنا الكاليندر، كلنا معانا موبايلات وعارفين الكاليندر معناها النتيجة. Help boats move in water. ايه اللي بتساعد المراكب ان هي تتحرك؟ قلنا اللي بنجدف بيها اسمها اورز، المجدف. مكملين مع بعض في بيج 57، مكملين مع بعض الاسئلة اللي تشوز على يونت 6 ونشوف وقفنا لغاية فين. The ancient Egyptians قدماء المصريين were experts كانوا خبراء في صنع البيبرز. ايه البيبرز؟ اللي هو ورق البردي. ورق البردي اسمه بيبرز. هنختار experts ها with. We use vacuum ايه؟ المكنسة الكهربائية اسمها vacuum cleaners. Students learn to a research at university. يعمل الأبحاث، يفعل يعني do. She refused to answer questions. رفضت تجاوب على أسئلة about her a life عن حياتها الشخصية personal. The fire and hot rocks from the a الدخان والصخور الساخنة يبقى الفولكينو البركان. Do you know who the A مين الـ A of the computer is مين المخترع على عنوان الدرس اليونت inventor. There will be a big prize في جائزة كبيرة for the A in the competition للكسبان اسمها winner. رقم دي. بعد كده the ship A helps it to move faster. إشارة المركبة بتساعدنا ان احنا نتحرك بسرعة signal. طيب ان شاء
شاء الله يا جماعه تحضروا معايا او تحضروا الجرامر بتاع يونت 6 اللي هو الترانسيتيف اند انترانسيتيف فيربس، الافعال المتعديه واللازمه. ان شاء الله في الحلقه الجايه هننزل فيديو باجابات يونت 6 الجرامر. شكرا على وقتكم ومع السلامه. جود باي. اهلا بكم جميع طلبه وطالبات، طلبه وطالبات شهاده الاعداديه، معكم مستر محمد من قناه ستاديز مستر محمد على اليوتيوب. والنهارده ان شاء الله معانا يونت 6 بعنوان انفنتورز المخترعين. افتح كتاب بيت باي بيت المراجعه النهائيه معايا بيج 55 ونشوف حل امتحان او حل الاسئله بتاعت درس او اليونت بتاع الانفنتورز. مش هناخد مع بعض وقت كبير بس ركز معايا. مان از ستيل مور انتليجنت زين، يعني الرجل ما زال اكثر ذكاء من، اكيد من الانسان الالي الروبوت. يبقى هنعمل هنا سيركل على الروبوت ومعناها انسان الي. بقيه الاختيارات بلانت كوكب، بوت مراكب، اورز معناها اللي بيجدفوا بيها في هوايه او رياضه التجديف اللي هم بيقولوا عليها المجدف يعني. السؤال الثاني، The teacher's A is very loud. صوت المدرس عالي. We can all hear him. كلنا نقدر نسمع له. صوت الشخص اسمه voice وصوت الشيء اسمه sound. يبقى اختار طالما فيها مدرس يبقى ايه؟ يبقى voice. رقم C. Number 3. We got a magician. احنا حصلنا على ساحر. To aid the children at the party. عشان خاطر جبنا ساحر عشان خاطر يسلي الطلبة في الحفلة. يسلي معناها entertain يسلي. We live on earth. احنا عايشين على كوكب الارض. كوكب ستار ولا مون ولا بلانت ولا لاند؟ هنختار بلانت يعني كوكب. Alone lawn space is a machine to cut the grass in a garden or park. احنا عايزين هنا الماكينة اللي بتقص الحشائش اسمها lawn mower. رقم A. We know days. احنا عارفين الايام والشهور from the A. كلمة النتيجة اسمها ايه؟ sailor ولا inventor ولا calendar ولا اور؟ احنا قلنا الكالندر، كلنا معانا موبايلات وعارفين الكالندر معناها النتيجة. Help boats move in water. ايه اللي بتساعد المراكب ان هي تتحرك؟ قلنا اللي بنجدف بيها اسمها oars المجدف. مكملين مع بعض في بيج 57. مكملين مع بعض الاسئلة اللي تشوز على يونت 6 ونشوف وقفنا لغاية فين. The ancient Egyptians قدماء المصريين were experts كانوا خبراء في صنع البيبرز. ايه البيبرز؟ اللي هو ورق البردي. ورق البردي اسم بيبرز. هنختار اكسبيرتس ها ويز. وي يوز فاكيوم ايه؟ المكنسه الكهربائيه اسمها فاكيوم كلينرز. ستودنتس ليرن تو اي ريسيرش ات يونيفرستي. يعمل الابحاث، يفعل يعني دو. شي ريفيوزد تو انسر كويشنز. رفضت تجاوب على اسئله اباوت هير اي لايف، عن حياتها الشخصيه بيرسونال. The fire and hot rocks from the A. الدخان والصخور الساخنة يبقى الفولكينو البركان. Do you know who the A. مين ال A of the computer is. مين المخترع على عنوان الدرس اليونت inventor. There will be a big prize. في جائزة كبيرة for the A in the competition للكسبان اسمها winner. رقم D. بعد كده ذا شيب ايه هيلبس ايه تو موف فاستر. اشاره المركبه بتساعدنا ان احنا نتحرك بسرعه سيجنال. طيب ان شاء الله يا جماعه تحضروا معايا او تحضروا الجرامر بتاع يونت 6 اللي هو الترانسيتيف اند انترانسيتيف فيربس، الافعال المتعديه واللازمه. ان شاء الله في الحلقه الجايه هننزل فيديو باجابات يونت 6 الجرامر. شكرا على وقتكم ومع السلامة. Good boy.